السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اول بلان، وده برنامج من برامج البلان المهم. طيب لو انا عايز ابدا ملف جديد، باجي هنا واروح قايل له انا عايز نيو بروجكت، وتلاقي المشاريع وتقدر تقول له مشروع جديد وتختار من التمبليت اي مشروع من دول. تقدر تيجي بروبرتيز وتبدا تحدد الاعداد بتاعتك، السيتنج بتاعت البوينت بتاعت الفونت بتاعت البين اند لاين، والاداة بتاعت العملة، ممكن تعمل تغير في الكوردينيشن لو انت حابب. طيب لو انا بقى عايز اتحكم في الارتفاع بتاعت الادوار، وعندي دور ايه والجراوند والبيزمنت وهكذا، فباجي هنا ببدأ الاقي الادوار موجودة. ده مثلا السايد بلان، ده الاوتسايد، ممكن تيجي على اي دور فيهم تقول له ده خلي ده الحالي، خلي ده الريفرنس بتاعي، ده انا عايز اعمل عليه تعديلات وهكذا. طيب ده هنا كل دور فيهم بيبقى الارتفاع بتاعه موجود قد ايه. اقدر اجي هنا واقول له فلور مانجر، بيجيب لي كل الادوار، اقدر اعدل فيه الارقام ديت زي ما انا عايز. يعني التمانية دي ممكن نخليها مثلا 7، قال لي اتغيرت. هو بيسألني عايز تعمل ايه، البلانس اباف يطلعوا كمان ولا ارتين هاي. الدور اللي تحت تقدر تختار بحيث ان هو يعدل في بقية الأدوار. زي ما أنت شايف الخاصية دي مش بالجودة اللي موجودة، يعني في الريفت مش بالجودة دي. دي حاجة ممتازة جدا، يا ريت تبقى موجودة في الريفت. فبقول لك الأول بلان في بعض الخصائص والمزايا اللي هتعجبك جدا. يعني ممكن تقول له أنا عايز أضيف موديل، مش فلور، لا ده أنا عايز أضيف مبنى كمان. فبيسألني بقى الاسم هيبقى إيه، عدد الستوريز قد إيه، اللي هي اباف والبلو قد ايه. يعني كده هيبقى في دور تحت الارض وفي 3 فوق، تمام. الدور اللي هو هيبقى 0 0 الاول دور هيبقى ايه، الهاي سيتنج، الاعداد تقدر تعدل الاعداد زي ما انت عايز. وبرضه هنا تقدر تيجي تغير النيم، تعمل موديفاي للموديل، تمام. يعني تقدر تعدل الارقام دي زي ما انت عايز، كل واحد فيهم تقدر تعدل الاسم بتاعه وتعمله ديليت، كلر، تضيف روف سكوب، تقدر تعمل هنا لود لبعض الاعدادات، ادجست فلور مانجر، تشوف برضو الاعدادات اللي انت عايزها. طبعا حذفنا مبنى اللي هو النيو موديل دوت، فبقى موجود اهوت. تقدر تبدل بينهم وتقدر تضيف زي ما انت عايز، وتقدر تصدر ده كصورة بالشكل دوت، تقول له اوكي، تقدر تشوف وتضيف الادوار اللي انت عايزها. فهو بيديك تحكم كامل في المبنى، واقدر اضيف في الاستراكشر ليفل زي ما عايز. وده هنا التقسيمات بيظهر لها بشكل اخر، وهنا برضو بيظهر لي بشكل اخر، بحيث ان انت تقدر تتحكم. هنا هتلاقي اول واحد ده كرنت، وبعد كده ده لو انت عايز تعمل ايديت، وهنا ده ريفرنس. دلوقتي هاجي هنا واقول له كلوز، هيبدأ يعدل لي اللي